اول يعني انت ما شاء الله واخده تاني الدوري العالمي واول تصفيات منتخب تحت 21، يعني انت بتلعبي مع الاكبر منك كمان، الله اكبر. كلميني امتى بدانا نحصد ميداليات ونحط رجلينا على اول الطريق، بالذات لو خدنا بطوله او خدنا يعني او عملنا انجاز في بطوله كبيره، كان امتى؟ كان في حدود عندي، انا بدات كاراتيه وانا عندي 4 سنين، تمام. وطبعا عايزه اقول لك عن نظام في النادي الاهلي كان تحفه، وكان قبل ما نبدا بطولات، قبل ما نطلع بره، كان لازم يبقى في تصفيات جوه النادي عشان يعودك على ان الجو على روح العام. البطوله، تمام. وده مش بيحصل في اي نادي قبل كده. بس كانت 4 سنين. من سبحان اربع الله، سنين كنت صغيرة. صغيره. بس وهم كانوا بيتعاملوا معانا بكل ده سلاسه كويس، وحنان. كويس. حبيتي الكاراتيه. طب بالظبط. احنا انت يعني ما شاء الله خدتي بطولات وانت صغيرة، تمام. امتى بقى بدأنا نخش منتخبات؟ امتى بدأنا ناخد ميداليات او نشارك في من بطولات دولية؟ 2019 بالظبط، 2019 كان دخلت منتخب ناشئات، سافرت بطولة دولية، كرواتيا كان أول احتكاك ليا دولي، تمام، في منتخب مصر، بس ما حصلش نصيب ساعتها. كان كان أول بطولة اكسبيرينس طبعا، كان كده. أول بطولة خبرة، بس رحت مع منتخب مصر، دي كانت أول بالظبط، اشتراك ليكي. ده كان أول تمام، اشتراك. بعد كده بقى. بس بعد كده دخلت منتخب، بقالي بالظبط 3 سنين في المنتخب اهو. في سنة بطلت عشان كنت ثانوية عامة، أه تمام، طبعا. الحمد لله، يعني ربنا كرمني بطب أسنان. ما شاء الله. الحمد لله. هاي، برافو عليكي. بالظبط. بس بعد كده الحمد لله، أفريقيا، جبت أول أفريقيا في 2021 برافو. مع المنتخب. وفي نفس السنة جبت برضو بحر متوسط، جبت تاني فردي وجبت تالت جماعي، ما شاء الله. وادي السنه دي هو جبت بعد طبعا توقف في ثانويه ثانوية عامه. عامة رجعتي طبعا. بالظبط. وجبت تاني في الدوري العالمي في الامارات، الله. الحمد لله، يعني ان شاء الله في بطولات تانية، وبنستعد طبعا لبطوله العالم في 2024. في دي أول حاجة جاية لكم؟ لا، هو في طبعا في حاجات السنه في دي النص. فيه، بس طبعا الامل الكبير كله على بطوله العالم 2024 إن شاء الله ذهب بإذن الله. باذن الله بإذن يا الله رب. إن شاء الله.